السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملا الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن حدث عظيم تستحضره الأمة الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض وفي مغاربها. إنه حادثة ذكرى الإسراء والمعراج. في مثل هذا اليوم ستقع هذه المعجزه الكبرى الرحله النورانيه التي سوف ياخذ فيها رب العزه نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليريه من ملكوت الله يرى كل شيء اول الخليقه واخر الخليقه وما بينهما بل ويكلم الله تكليما ويصل الى سدرة المنتهى. هذه الواقعة العظيمة من شأنها أن تشعل جدوة الإيمان في قلوب أهل الإسلام. نريد معكم أيها الأحباب الكرام أن نستحضر هذا الحدث العظيم وذلك امتثالا لقول الله تعالى: "وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله" الله تعله أيام عظيمة وجليلة على مسار السنين والشهور والأسابيع وعلى مسار الدهر وحري بأصحاب الإسلام أن يستحضروا هذه الذكريات الغالية ويعيشوا أجواء نورانية ويستنبط منها العبر والعظات ونستفيد منها في حياتنا المعاصرة ذكرى الإسراء والمعراج تتجدد في قلوبنا لما قام ربنا عز وجل بهذه الرحلة من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ثم بالإعراج بالنبي الكريم إلى السماوات العلى. هذه الرحلة ربنا أراد منها أغراض، أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاهد في الله حق جهاده فاراد ان يوريه الايات الالهيه الكبيره والعظيمه والمبهره حتى يصير ايمان النبي صلى الله عليه وسلم راي العين هذا ايمان قوي راي العين وايضا ربنا اراد ان يزيد في ثبات المؤمنين والمؤمنات الصفوه من الصحابة الذين كانوا مستضعفين أراد ربنا أن يمحص إيمانهم. وبالمقابل هناك ضعاف الإيمان. هناك أصحاب الشك تزعزعت قلوبهم فارتد بعضهم عن الإسلام. أول ردة أول ردة في الإسلام وقعت عقب الإسراء والمعراج. ولم يثبت إلا من ثبت الإيمان في نفسه. ذكر الاسراء والمعراج خلدها ربنا عز وجل في كتابه العزيز فبالنسبه للاسراء قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير هذه الايه تخلد لذكرى الاسراء اما ذكرى المعراج وهو الصعود الى الاعلى حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماء حتى بلغ سدره المنتهى وكشف الله له عالم الغيب عالم الملكوت وعالم الرحموت يخلدها الله تعالى في قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى, البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هكذا ربنا عز وجل يخلد هذا الحدث العظيم في كتابه العزيز حتى لا ينساه المؤمنون والمؤمنات حتى لا يغفلوا عنه ونريد ايها الاحباب الكرام في حلقه هذا اليوم ان نعيش واياكم سويعه ايمانيه نورانيه كيف وقع ولماذا وقع وما هي الاشياء المترتبه عن هذا الوقوع رحلة الاسراء والمعراج قبل ان يقيمها رب العزة اذا رجعنا الى الخلف قليلا نجد بان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيواجه عده مشاكل فقد كان في اول الدعوة الاسلامية مؤازرا من طرف عمه ابي طالب الذي كان يحميه خارج البيت هو محمي من طرف عمه ابو طالب وداخل بيته هو محتضن من طرف زوجته الطاهره خديجه بنت خويلد في هذه السنه سيموت عمه ابو طالب وتتبعه زوجته خديجه ومن ثم لم يعد هناك من يؤنسه او يؤازره الا القليل وبدا المشركون يضيقون الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم ان تتصوروا مقدار العذاب والمعاناه التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار كل ما يخطر على بالكم من الشدائد والكروب والمعاناه فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغادر مكه المكرمه ويذهب بعيدا الى اي مكان اخر فاختار الطائف الطائف هي اقليم يبعد عن مكه المكرمه بحوالي ستين كيلو مترا فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه وكان معه مولاه زيد بن حارثه كان يعينه ويستعين به لكن المشركين سبقوه واغروا به حكام الطائف وحكام الطائف اغروا سفهاءهم فتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجموه بالحجاره وضربوه رسول الله ضرب ورجم بالحجاره حتى قيل بان الدم الطاهر كان يسيل من جسمه واختضبت به نعلاه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني هذه المعاناه واغلقت عليه كل المنافذ يلتفت يمينا الباب مغلق يلتفت شمالا الباب لا زال مغلق يلتفت الى الامام الباب مغلق يلتفت الى الوراء دوما الباب مغلق في جميع الاتجاهات الابواب كلها مغلقه فرفع راسه الى السماء الى الاعلى ارفع راسك الى الاعلى فإن باب السماء لا يغلق لأنه باب الله. وهنالك دعا بالدعاء المأتور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا ويقينا في ربه جل جلاله. كان يقول: اللهم إلا إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء الماتور يناجي ربه ويطلب منه ان يؤازره خرج صلى الله عليه وسلم ولا احد يريد ان يسمع منه القران المشركون في مكه طردوه والسفهاء في الطائف رجموه من يسمع منه القران فبدا النبي الكريم في الخلاء يقرا كلام الله تعالى ويستانس به وكانه يسمع السماوات والاراضين والنجوم والحجر والشجر والدواب يسمعهم القران هنا ربنا عز وجل اراد ان يكرم نبيه فبعث اليه نفرا من الجن في ظلام دامس في صحراء متلطمه وحيد صلى الله عليه وسلم يعيش مع القران الكريم يترنم ويتلو ويجود فاذا بجماعه من الجن تاتي حوله وتستقر وتسمع الى هذا الكلام وتعجب به وتعلن اسلامها قال ربنا عز وجل واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ربنا عز وجل خلد هذه الواقعة في سورة الأحقاف وايضا في سوره سماها سوره الجن في القران العظيم وهي قوله سبحانه في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم قلوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وبعد هذه الحادثه الله جل جلاله اراد ان يكرم نبيه بواقعه الاسراء والمعراج في السنه الخامسه قبل الهجره بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي بمكه المكرمه نائما وكان يتامل في ملكوت الله اذا بسقف بيته يفتح سقف البيت يفتح دون أن يهبط عليه تراب أو حجر أو أي شيء، تخيل أنت نائم في بيتك ويهبط عليك من السقف شيء غريب دون أن يتهدم السقف ولا أن ينزل هناك تراب ولا حجر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل وهو نائم فهمزني بقدمه فاستيقظ النبي الكريم وراى يمينا وشمالا فلم ير شيئا ثم عاد الى مضجعه ومره ثانيه اتى الاتي فهمزه همزه بقدمه ثم استيقظ النبي الكريم ولم ير شيئا فعاد الى مضجعه وفي الثالثه لما همزه بقدمه قام فجلس فاذا به بجبريل عليه السلام وامام سيدنا النبي دابه بيضاء يقال لها البراق انها دابه من دواب الجنه ربنا في الجنه سوف يعطي العباد مخلوقات غريبه في الدنيا اعطانا الله الخيول واعطانا الجمال واعطانا الحمير والبغال وغيرها من الانعام وهي تجري بسرعه كبيره لكن في الجنه هناك, هناك انعام من نوع اخر هذا واحد منها يسمى البراق اي انه يسبق البرق في العدو انه دابه من دواب الجنه ابيض طويل يضع حافره حيث يصل نظره وممكن انه يقطع المسافات في اقل من رمشه عين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق واخذ البراق كما ياخذ الرجل حصانه حتى وصل عند الكعبه المشرفه عند البيت الحرام وهنالك دعا ربه فقال فركبت على البراق فانطلق بي بسرعه مذهله واني كنت أصعد في السماوات وأرى البلدان والأقاليم رأى بلد اسمها مديا وهي بلد نبي الله شعيب وصار حتى وصل إلى فلسطين وصل إلى بيت لحم حيث ولد عيسى ابن مريم عليه السلام فنزل عند بيت المقدس وهناك ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخل المسجد الاقصى ان شاء الله تعالى حينما يفتح الله تعالى على المسلمين بيت المقدس هناك صخره عظيمه تسمى صخره البراق المكان الذي سوف ينزل فيه البراق لا تزال الى حد الساعه اثار قدميه مرسومه لحد الساعه هو شبيه ربما بمن زار الصفا والمروه سيرى ذلك الجبل الذي عند الصفا والمروه فيه اثار الذي كانت فيه امنا هاجر مع ابنها اسماعيل ايضا في فلسطين هناك البراق لا زالت قدماه على الصخره وهي مكان مبارك يزوره الناس الان صار مسيجا لان البعض صار يتبرك به دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ودخل هنالك فوجد الانبياء في انتظاره ما يزيد عن اربعين نبي في مقدمتهم سيدنا ابراهيم الخليل وسيدنا موسى الكليم وسيدنا عيسى من روح الله وغيرهم من الانبياء فتقدم اليهم وسلم عليهم جميعا وامره الله تعالى بان يصلي بهم صلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالانبياء في بيت المقدس وقد حضروا جميعا. ثم بعد ان انتهى من كل هذا جاءه جبريل عليه السلام واعطاه قدحين احدهما من خمر والاخر من لبن كما يعطى للضيوف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهما فاخذ اللبن. فلما بدأ يشرب قال له جبريل عليه السلام الحمد لله يا نبي الله لقد هداك الله تعالى للفطرة وسوف يهدي أمتك ولو أخذت الخمر لغوت أمتك فاطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه سوف تكون له أمة سيدنا النبي أنذاك كان, كان إنسان لا زال في مقدمة الدعوة لم يكن معه إلا القليل من المؤمنين مستضعفين من خلال هذا الكلام علم بأنه سوف يفلح في دعوته وسوف تكون له أمة وهذا في إعجاز الآن قد مر خمسة عشر قرنا من الزمن وصار فعلا لمحمد بن عبد الله أمة في مشارق الأرض ومغاربها وهذا دليل على صدق دعوته كل الكلام الذي قيل في فتره الضعف والهوان صار الان يرى برأيه العين فكل كلامه كان صادقا ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى وهذه الامه قال هي على الفطره الامه الاسلاميه هي امه وسطيه معتدله كل الامم في التاريخ ممكن ان تموت ممكن ان تضعف ممكن ان تندتر ولطالما مرت امم بلا عد ولا حصر الاغريق والرومان والويندال والهنود القدماء والفينيقيون وغيرهم الكثير كلهم اندثروا وحتى الامم المعاصره مهما علت ومهما استقوت سيمر عليها زمان وتنتهي الا الامه الاسلاميه لن تنتهي لانها مرتبطه بالقران والقران الكريم خالد وباق ببقاء الله وبالتالي هي هكذا تستفيد من تمسكها بالعروه الوثقى. لما سمع النبي الكريم هذا الكلام وراى الانبياء من خلفه يصلي بهم اطمان قلبه وعلم بان هذا الامر الذي كلف به سوف يبلغ مشارق الارض ومغاربها وسوف يطول وان هذه الامه ستكون معززه مكرمه. رغم ان اليوم امتنا الاسلاميه ضعيفه ومفككه ومتخلفه ولكن هذا فتره زمنيه سوف تزول سيبعث الله تعالى من ابناء هذه الامه من يرفع اللواء ويجمع الشمل ويقوي الداخل والخارج ويستمرون في في حمل الرساله. بعد ذلك ستبدا الرحلة في قسمها الثاني. رحلة المعراج هذه تسمى أولا رحلة الإسراء. الإسراء يعني من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين. ومن ثم سوف تبدا الرحلة الثانية إلى الأعلى في السماوات العلى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه لما فرغ مما كان فيه في بيت المقدس اوتي اليه بالمعراج ما هو المعراج قال هو شيء لم ارى احسن منه قط قال ارايتم حينما يموت ميتكم ويمد عينيه اذا احتضر هكذا يقع يعني كانه ينام يستلقي على ظهره مثل الميت لما يموت في النعش لكن لكن هذا المعراج لم ارى شيئا قط احسن منه وكانه جلس مسترخيا فاصعدني فيه صاحبي يعني جبريل اصعده فيه مثل المصعد فبدا ينتقل من مقام الى مقام انتقل الى ابواب السماء واول باب وصل اليه يسمى باب الحفظه عليه ملك من الملائكه اسمه اسماعيل تحت يديه اثني عشر الف ملك فلما وصل سلموا عليه واستفتح فقيل من هذا قال جبريل هذا معي محمد فقال الملك اوقد ارسل اليه قال نعم فقالت الملائكه جميعا مرحبا به مرحبا به فنعم المجيء جاء ثم لما اقترب راى النبي الكريم شخصا امامه فقال من هذا قال هذا ابوك ادم فسلم عليه فراى في السماء الدنيا ابونا ادم بمعنى ان ليس هناك حقيقه الموت الموت هي مجرد انتقال من عالم الفناء الى عالم البقاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راى ادم على صورته وهو حي يرزق فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ادم مرحبا بالنبي صالح والابن صالح ثم صعد النبي الكريم حتى اتى السماء الثانيه وطبعا بين السماء والسماء ما لا يعلمه الله الا الله من حيث المسافات بسرعه البرق يعني مليون سنه ضوئيه بين سماء وسماء فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا به يلتقي بيحيى وعيسى طبعا يحيى وعيسى نبيين وهما ابناء خاله فسلم عليهما قال له جبريل هذا يحيى ابن زكريا وهذا عيسى ابن مريم فسلم عليهما قال فسلمت ورد السلام ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى السماء الثالثه فاستفتح فلما دخل قال وجدت شخصا ما اجمله صورته كصوره القمر ليله البدر ما اجمله يا جبريل من هذا؟ قال هذا اخوك يوسف ابن يعقوب فسلم عليه فسلم عليه النبي الكريم وقال له مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم صعد بي الى السماء الرابعه فاذا به رجل وقور قيل من هذا يا جبريل قال هذا نبي الله ادريس ورفعناه مكانا عليا انه من الذاكرين فسلم عليه ثم صعد به الى السماء الخامسه فاستفتح فإذا برجل كهل أبيض الرأس واللحية قلت من هذا؟ قال هذا هارون ابن عمران فسلم عليه هارون أخو موسى سلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح فرأى الرجل الذي يحبه قال هذا أخوك موسى ابن عمران فأطال النبي الكريم النظر إلى موسى بن عمران وسلم عليه ورد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزته بكى فرجع قيل له يا موسى ما يبكيك قال أبكي لأنه لا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي لاحظوا بأن أتباع سيدنا موسى الكليم هم من بني إسرائيل عددهم الآن في العالم حوالي سبعة ملايين. لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الآن أكثر من مليار ونصف. وكل هذا يؤكد صدق دعوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح. فلما وصل وجد شخصا من هذا؟ قال هذا ابوك ابراهيم عليه السلام، قال انه يشبهني. قال هذا ابوك ابراهيم خليل الله فسلم عليه. ثم بعدها صعد فوجد هناك البيت المعمور. البيت المعمور في السماء. هو كالكعبه المشرفه في الارض. الكعبه المشرفه يطوف حولها الحجاج والمعتمرين ليل نهار دون انقطاع كذلك البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا دخرجوا منه لا يعودون إليه أبدا تصور مرت ملايين السنين خلق آدم كما يقول علماء الأركيولوجيا خلق الإنسان في الأرض تجاوز المليون سنة وعالم الملكوت كان قبل ذلك بملايين الملايين السنوات حتى ان الكون قدر ببضع بمليارات سنوات تصوروا لكم ان تتخيلوا حجم واعداد الملائكة هذا البيت المعمور الذي كان قبل كل هذه المخلوقات كل يوم يدخله ويحوط حوله سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لا يعودون اليه تصوروا كم عدد الملائكة لن تستطيع ابدا ان تستوعب هذا الرقم الخيالي انه ملكوت الله ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستمر مع جبريل حتى يرفع الى مقام يسمى بسدره المنتهى هنا توقف جبريل وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا جبريل أنت كنت مرافقي في هذه الرحلة لماذا توقفت؟ قال: يا محمد لكل منا مقام معلوم أنا لم أصل إلى هذا المقام المسمى بسدرة المنتهى إلا اليوم إكراما لك أنا لو دنوت أنملة لاحترقت لا أستطيع أن أزيد هذا مقامي لكل له مقام معلوم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يسمع اقلام تكتب وتمحو فسال جبريل عليه السلام ما هذا قال هؤلاء الملائكه المكلفون بالاقدار يكون القدر مكتوب عند الانسان في رزقه وفي اجله وفي كل شؤون حياته فيقدم العمل الصالح او الصدقه او الدعوه الصالحه فربنا يغير القدر من سيء الى احسن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بان اقدار البشر تكتب وتمحى هذا ما قال فيه العلماء قدر مبرم وقدر معلق بسبب فقال يا جبريل واصل معي المسير قال لا هذا مقامي لو تقدمت خطوه لاحترقت ولو تقدمت يا محمد خطوه لاخترقت وفعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتحت امامه الحجب فبدا في البراق يقطع مقاما بعد مقام مقاما بعد مقام وحجابا بعد حجاب حتى وصل الى اعظم مقام تجاوز سبعين الف حجاب وبين كل حجاب وحجاب مسيره خمسمائه سنه فتوقف البراق عن المسير وهنالك ظهر له رفرف وذهب اليه قد وصل الى مقام العرش ومنها ترقى حتى وصل الى منزله قاب قوسين او ادنى كما قال الله تعالى ثم دنا أي دنا محمد إلى ربه تعالى أي اقترب من المنزل والرتبة لا بالمكان ثم دنا فتدلى أي سجد لله تعالى يعني أقرب ما يكون العبد من ربه أن يكون ساجدا هنالك سيدنا النبي سوف يجمع له الله الزمان والمكان ويطوي له الوجود وكأنه كتاب هذا ما يسمى بعلم الطي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. او كما قال الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. راى الوجود كله وكان بين يديه كتاب. راى اول الخلق وراى اخر الخلق. راى نفسه انه قد كان موجودا قبل ان يولد او يخلق ادم. قال رايتني نبيا. وادم لا زال بين الماء والطين. ثم راى كيف خلق الله تعالى ادم وكيف خلق الملائكه وكيف خلق الجان وكيف خلق السماوات والاراضين راى نظام الكون نظام الخلق راه كله بعينيه. ثم راى تاريخ البشريه كلها ثم راى القيامه قد قامت وراى الحساب والنشور واهوال يوم القيامه وراى من دخل الى الجنه ومن دخل الى النار طبعا قد يقول قائل هذا لم يقع بعد اي نعم بالنسبه الينا نحن البشر محكومين بالزمان والمكان نحن عندنا حاضر وماضي ومستقبل محكومين بهذا الزمان والمكان لكن الله تعالى لا يحتويه زمان ولا مكان لماذا لانه خالق الزمان والمكان ربنا ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل هذا قانون وضعه الله للبشر لا يحكم رب البشر فراى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من يوم القيامه وراى غرائب وعجائب مما راى صلى الله عليه وسلم راى العرش والعرش هو اعظم المخلوقات هو عباره عن عن, عن كرسي كبير لا يعلم قدره الا الله هو بجانب الكرسي من اعظم المخلوقات يحمله ملائكه الرحمن وراى راى الكرسي والعرش وراى ايضا صلى الله عليه وسلم اشياء كثيره متعدده من بين ما راى راى الجنه راها قد تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها لهذا قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم رأى صلى الله عليه وسلم النار ورأى فيها عذابا أليما. رأى فيها أناس لهم بطون منتفخه كالإبل العطاش. قال من هذا؟ قال هؤلاء أكلة الربا. ورأى أناسا يقذفون بالنار في أفواههم. قال من هذا؟ قالوا هؤلاء آكلوا أموال اليتامى ورأى أناس يتنفسون على اللحم المنتن ويتركون الجيد قال من هؤلاء قال هؤلاء الزنات يتركون زوجاتهم الصالحات ويذهبون إلى إلى الباغيات ورأى أناس يخرج من فويم الصديد قال من هؤلاء قال هؤلاء الشارب الخمر ورأى أناس يخدشون وجوههم وصدرهم بأطفار نحاسية قال من هؤلاء قال هؤلاء الذين يمشون بالغيبه وراى اناس ترضخ رؤوسهم بالارض قال من هؤلاء قال هؤلاء تاركوا الصلاه وراى اناس حولهم عجول يقومون بنطحهم قال من هؤلاء قال هؤلاء الذين يتكلمون بالكلمه الفاسده يؤذون بها الناس وراى اناس تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريد من نار قيل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفتنه الذين يغرون صدور الناس ويفتنونهم ويقيمون العداوه والبغضاء فيما بينهم ورأى الجنه ونعيمها كثير رأى اناس يقومون بالزرع ويحصدون في يومين قيل من هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله الذين يعملون الصالحات انهم يزرعون ما او يحصدون ما قد زرعوا في الدنيا. ثم راى الدنيا راها في صوره امراه عجوز شمطاء رائحتها كريهه. قال لها من انت؟ قالت انا الدنيا. انا التي كان الناس يجرون حولي. ثم راى ابليس راه متنحيا عن الطريق وراى اشياء كثيره وكثيره جدا. ثم صعد فاذا به يرى ربه جل جلاله راى الله عز وجل وقد سئل يا رسول الله ارايت ربك قال الله تعالى نور ان لي ان اراه وفي روايه قال رايت نور وتلا الله نور السماوات والارض ثم كلم ربه سيدنا النبي كلم ربه موسى عليه السلام يسمى الكليم هو الذي طلب ان يكلم الله وراى ان يرى الله قال رب ارني انظر اليك لكن الله تعالى بالنسبه لسيدنا محمد راه وكلمه فوق سدره المنتهى والدليل ان الله تعالى سوف تنزل هنالك خواتيم البقره آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحدٍ من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نزلت في هذه اللحظة في الإسراء والمعراج. كل القرآن الكريم نزل فوق الأرض إلا هذه الآيات البينات. وقيل أيضا نزلت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لما اصطفت الملائكه وقدمت التحيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجميعهم قالوا مثل الموكب الرئاسي التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم كل ملك قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم صلت الملائكه جميعهم على النبي فقالوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قيل في الاثار بان هذه الايات وهذه الاذكار نزلت في هذا الموطن في الاسراء والمعراج. وهنالك سوف يكلم الله تعالى نبيه. والكلام فيه فرائض. ففرض الله على نبيه ان يقيم خمسين صلاه في اليوم فرض الله على الامه الاسلاميه خمسون صلاه فلما اخذها النبي الكريم وقفل راجعا مر على سيدنا موسى بن عمران عليه السلام فساله بماذا امرك ربك؟ قال امرني بخمسين صلاه كل يوم لامتي فقال موسى آه إنها ثقيلة، وأمتك ضعيفة لن تستطيع ارجع إلى ربك، فاسأله أن يخفف عنكم وعن أمتك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله جل جلاله أن يخفف فوضع عنه عشر. ولما رجع إلى موسى قال له مثل ذلك قال ارجع إن أمتك ضعيفة وإنها ثقيلة فبدأ النبي الكريم يرجع كل مرة حتى أمره الله بخمس صلوات في اليوم والليلة لما عاد المرة الخامسة قال له موسى بماذا أمرك ربك قال لقد خفف من خمسين إلى أربعين إلى ثلاثين إلى عشرين إلى خمس قال ارجع إليه ليخفف عنكم خمس صلوات في اليوم والليلة كثيرة فقال النبي الكريم استحييت منه ما أنا بفاعل فلما قال هذه الكلمة ما أنا بفاعل وقد استحيت منه ربنا يسمع كل شيء نودي فقيل يا محمد إن لأمتك بهذه الخمس صلاة خمسين صلاة نصلي خمس صلوات في اليوم تكتب لنا خمسون صلاة لأن الحسنة بعشر أمثالها ثم بعد ذلك عاد النبي الكريم مرة ثانية إلى من بيت المقدس من سدة المنتهى إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى مكة المكرمة وربنا أراه آثار الأنبياء ومنازلهم وأراه أيضا بعير قريش تمضي في الطريق حتى وصل لما وصل النبي الكريم في الصباح كل هذا الحدث مر في تواني معدودات تواني معدودات هذا ما يسمى بالمعجزة والكرامة ربنا طوى الزمان والمكان وجعل احداث طويله كل سفر من مكان الى مكان يحتاج الى ملايين السنوات الضوئيه، ربنا جعله يقع في ثوانٍ، هذا ما يسمى بالمعجزه المقرونه بالتحدي، فبدا النبي الكريم يخبر قومه بالذي وقع، فبدا ابو جهل يسخر قال والله لقد لقد جاء محمد بالذي كنا نتمنى سوف يكذبه الجميع وبدا الناس منهم من يؤمن منهم من يبقى في شك وحيره وطبعا ابو بكر الصديق هو الذي سبق وقال انا اصدقه قالوا كيف تصدقه قال انه ليخبرني ان الخبر ياتيه من الله من السماء الى الارض في ساعه من ليل او نهار فاصدقه فكيف لا اصدقه بهذا الامر فسمي بابي بكر الصديق، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه اخرون مترددون، فبعث الله اليه ملك الطوارئ وقال يا محمد ربنا يخيرك بين ان تكون عبدا نبيا او ملكا نبيا ما تختار يا محمد؟ إذا أردت أن تكون ملكا نبيا ملكناك وأعطيناك الملك والقوة والأموال والتروات والجاه والتقدير والاحترام وإذا أردت أن تكون مجرد عبد نبي عبد فقير يشبع يوم ويجوع يوم اختر ما تشاء فقال جبريل عليه السلام يا محمد يا محمد قل له أريد أن أكون عبدا نبيا فقال صلى الله عليه وسلم لملك الطوارئ خبر ربي اني اريد ان اكون عبدا نبيا فنزل قول الله جل جلاله في مقدمه سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير فالنبي الكريم قال بأن هذا مقام عظيم أن ربنا اختاره عبدا أحسن مقام وأن تكون فيك العبودية لله لهذا هناك من يقول هذه الرحلة هل كانت عبارة عن رؤية منامية إذا كانت رؤية منامية فلا قيمة لها ولا, ولا قداسة لها فالناس كلهم ينامون ويرون رؤى كثيرة هي ليست رؤية منامية البعض الاخر هذه الرحله هل هي كانت بالروح ام بالجسد من من قال بانها الجسد كان في مكانه والروح التي ذهبت لا هي كانت بالروح والجسد ويقظه وليست مناما لان ربنا في القران الكريم يقول الذي اسرى بعبده والعبد يقتضي انه كامل الكينونه جسم وروح وربنا بدأ بسبحان بالتسبيح والتنزيه والتعظيم لهذا الحدث، هل هذا الحدث يعجزه المولى عز وجل؟ ثم إن كل ما رآه النبي الكريم رآه رأي العين. لهذا قال الله عز وجل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني الآيات من خواتم البقرة إنما هي وحي من السماء لم يكن فيها جبريل حاضرا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه جل علاه فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم إن النبي الكريم كل ما ذكره رآه رأي العين رأى الجنة رأى النار ورأى آدم بين الماء والطين ورأى مفتاح الجنة مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تفتح إلا لمن قال هذه الكلمة ورأى مشاهد من البعث والنشور وراى المستقبل القريب والبعيد وراى الماضي السحيق راى كل شيء لهذا قال ربنا ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هكذا كانت أيها الأحباب الكرام قصة الإسراء والمعرج وإن هذا الحدث نستحضره عملا بقول الله تعالى وذكرهم بأيام الله هذا يوم من أيام الله أردنا أن نستحضر هذا الحدث لكي نوقد جدوة الإيمان في قلوبنا ولنتذكر دوما أننا ننتمي إلى أمة هي خير امه اخرجت للناس ونتذكر اننا لنا بيوت الله الكعبه المشرفه في مكه المكرمه وعندنا المسجد النبوي في المدينه المنوره وعندنا ايضا المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وهو في فلسطين بيت مبارك معظم وفيه ايضا عدة عبار وعظات لا تعد ولا تحصى لكن الوقت ضاق بنا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا جميعا امين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله